بعد 4 أشهر من فشل تنفيذ اتفاق ستوكهولم كما يرام، جريفيث في صنعاء. ما الذي يمكن أن يتحقق اليوم؟ ولماذا يرفض المبعوث الأممي حتى اللحظة توجيه إصبعه باتجاه الطرف المعقل؟ أهلا بكم. وصل اليوم إلى صنعاء مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث للتشاور مع قيادات ميليشيا الحوثي بهدف إنقاذ اتفاق السويد المتعثر منذ 4 أشهر. خلال هذه الفترة عقد جريفيث عشرات الاجتماعات مع مختلف الأطراف السياسية المحلية والإقليمية، لكن النتيجة فشل في ملف الحديدة وملف تعز وحتى الملف الإنساني، ملف تبادل السجناء. فلماذا إذن تستمر الجهود في دائرة الفراغ؟ لماذا لا تعلن الحكومة الشرعية فشل الاتفاق وتبحث خياراتها البديلة؟ ولماذا أصلا لا يضغط المجتمع الدولي على ميليشيا الحوثي لتسليم ميناء الحديدة وتنفيذ خطة إعادة الانتشار؟ والأهم من ذلك، ما الذي يركن إليه الحوثيون في رفضهم جميع الاتفاقات السياسية المعتمدة دوليا وإقليميا وقرارات مجلس الأمن أيضا؟ 4 أشهر من تعثر اتفاق السويد ولا موقف رسميا حتى الآن يضع النقاط على الحروف. ضمن جولاته المتكررة وصل اليوم إلى صنعاء المبعوث الأممي مارتن جريفيث في مهمة لإنقاذ اتفاق السويد كما يقول، لكن الواقع يقول شيئا آخر. ما تقوله ال4 أشهر الماضية أن ميليشيا الحوثي ترفض تنفيذ اتفاق السويد بكل بنوده. رفضت خطة إعادة الانتشار في الحديدة كما قال رئيس الفريق الأممي لولز جارد في آخر تصريحاته، ورفضت صفقة تبادل الأسرى كما صرح خالد اليماني رئيس الوفد الحكومي الذي قال إن ميليشيا الحوثي حاولت تجزئة صفقة تبادل الأسرى بتقديم اقتراح بإخراج مجموعة من طرف الحكومة مقابل مجموعة من طرف الحوثيين، وهو الأمر الذي رفضته الحكومة كما قال اليماني. وزير الخارجية انتقد مؤخراً المبعوث الأممي مارتن جريفيث حيث قال إن جهوده الحالية لا تحل السلام في اليمن، وإن عليه أن يحيط مجلس الأمن في جلسته المرتقبة منتصف أبريل الجاري حول الطرف الذي يعيق تنفيذ الاتفاق ويحمله المسؤولية. 4 أشهر إذا من جمود اتفاق السويد تنتظر فقط رصاصة الرحمة، إذ لم يتم التقدم في أي من الملفات، بل شنت خلالها حملات عسكرية ووقعت انتهاكات مروعة مثل ما حصل في حجور. كل ذلك ولم يحرك المبعوث الأممي والمجتمع الدولي ساكناً. ماذا بعد اتفاق السويد ما دام وطريقه بات يشبه المستحيل؟ خلال الأشهر الماضية يبدو أن ميليشيا الحوثي التي رفضت إخلاء الموانئ والمواقع الحيوية في الحديدة أعادت ترتيب صفوفها العسكرية بعد أن كانت القوات الحكومية على بعد 5 كيلومترات، الأمر الذي يضاعف من صعوبة الخيار العسكري اليوم مقارنة بما قبل السويد. مراقبون يقولون إن موقف الحكومة غير الحاسم من اتفاق السويد المتعثر يأتي منسجماً مع موقف الرياض ومراعاةً لحساباتها الدولية الخاصة، خصوصاً وأن ملف الحديدة بالذات أصبح ملفاً دولياً ويحظى بفيتو من الدول الكبرى. إذن خيارات مفتوحة وغير واضحة، غير أن ما هو مؤكد هو دوران غريفيث في دائرة مفرغة من التفاؤل بتنفيذ الاتفاق. لا تقول الوقائع ولا التجارب السابقة أن بالإمكان تنفيذه. مجددا ترحب بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من المساء اليمني، كما أرحب بمن ينضم لي في الاستوديو هنا أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء الدكتور عبد الباقي شمسان. أهلا بك دكتور. أهلا وسهلا، مساء الخير. حياكم الله دكتور. إذا زيارات كثيرة يقوم بها المبعوث الأممي، جولات مكوكية، اجتماعات، ما الذي تحقق منذ أشهر منذ توقيع اتفاق ستوكهولم وهذه اللحظة التي وصفت بالتاريخية في حينها؟ بالنسبة للمبعوث الأممي وبالنسبة ل يعني الاستراتيجية المطروحة هناك، بالنسبة ليش لليمنيين ولا بالنسبة لمشاورات السلام، بالنسبة للاستراتيجية المرسومة جريفيث في سياقه ويحقق إيجابيات، فالمطلوب هو مزيد من الوقت. المطلوب أن يكون الحوثيين الطرف أصيل المفروض أن يقطع اتفاق ستوكهولم مع كل المرجعيات السابقة. وأنا أكرر هنا أقول الأمم المتحدة، وليس الأمم المتحدة، الدول الراعية وبريطانيا المستلمة للملف، لا، الوقت ليس هاما،
نحن يعني وقع توقيع على اتفاق ستوكهولم، هذا التوقيع قطع مع 2016، قطع جملة وتفصيلة، قطع خلاص. الحديث عن الانسحاب من المدن وتسليم السلاح هذا ضحك على الدقون. علينا أن نكاشف الشعب اليمني، أن نكاشف النخب ونكاشف الأحزاب ونكاشف المواطنين اليمنيين حتى يتخذوا إجراءات. الحديث عن 2016 هذا وهم، لأنه هنا الآن نتحدث عن إعادة انتشار، نتحدث الآن عن وجود يعني عندنا عنصرين. الملف اليمني ذهب إلى الفصل السابع بعد حادثة العرضي مع هذه الخطوة الأولى، يعني الملف تدويل المسألة اليمنية تمت بعد العرضي. بعدها المجتمع الدولي استلم الملف بعد توقيع مشاورة ستوكهولم، أصبح المجتمع الأمم المتحدة في الجغرافية اليمنية. هذا أكبر إنجاز. نحن يذهب جريفيتس، يروح الرياض، يروح مسقط، يعمل مؤتمر للنساء، يعمل مؤتمر للأطفال، هذا كله لصالح العملية، لأنه الهدف الآن الحفاظ على كل الأطراف الجغرافية اليمنية. هناك الحوثيين، كل يوم يمر الحوثيين هم سلطة واقعية مؤثرة، كل يوم يمر هم يغيروا المناهج، يستلموا الأموال، كل يوم يمر هم سلطة واقعية، ال- 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 كل يوم يمر الإمارات تحدث تحولات في جغرافية الجنوب. المشكلة أن الإمارات هذا النتوء الليبرالي هي دولة عظيمة وأنهم هم الإسلام. الإمارات أداة قذرة، أداة رخيصة تخدم بريطانيا وأمريكا، لأن الآن هناك حديث عن قوات أمريكية بريطانية في الجغرافية اليمنية. الإمارات أداة قذرة ورخيصة وخائنة عربيا، تدمر الجغرافية الوطنية تمهيدا لدخول البريطانيا وأمريكا، لإيقاف التدخل الصيني في طريق الحرير، لإدخال الأمريكان والبريطاني. هم سيأخذون بعض المصالح، وأنا أتحمل مسؤولية كلامي. هذول للسعوديين يدفعون، والإمارات سيدفعون إعادة الإعمار، بيدفعون على ملف القصف، هذا الأخطاء، القصف الطائرة الأخطاء، بيدفعوا ثمنه. يعني كل مواردنا في النفط ستروح للغرب، سلاح وبعضها عشان نشتري عدم المتابعة الدولية. لذلك 400 مليار 500 مليار هؤلاء عرب داحس بالغبراء لو سمحت. لذلك الإمارات وستوكهولم هذولا يلعبوا استراتيجيا. الأخ جريفيتس نجح بريطانيا في أن جعلت الأمم، كان لدينا عنصرين خطيرين جدا، المسألة اليمنية في الباب السابع بعد العرضي، ستوكهولم قطعت مع كل القرارات وقطعت مع المرجعية الخليجية ومع التوافق. نحن الآن أمام إعادة انتشار. إيش يعني إعادة انتشار؟ يعني الحوثي سنخلق واقع جديد، ممكن بكرة يتفقوا، بعد بكرة يتفقوا، بعد ستة أشهر نحن سنخلق واقع. اليمنيين تعيشوا في هذا الواقع سنة سنتين ثلاث. الحوثيين سيكونوا في خارج حديدة بس موجودين، لن يسلموا السلاح ولن ينسحبوا. في تعز بعد سنة سنتين قد يعني يعود الانتشار، لن ينسحبوا. هذا الواقع سيتعايشوا معه لعقد عقدين، يستنزفونه. والمؤسف، المؤسف أنا اليوم يعني أكاد أن يعني أكاد بأن أصاب بنوبة من الضحك لتصريح السيد الصغير حمود بن عزيز لما يقول إنه يعني الحوثيين يعني مستحيل ينسحبوا إلا بالقوة. يعني أنت تعرف إنه هؤلاء عندهم مشروع استعادة سلطة، وأنت تعرف أنهم بينسحبوا. ليش تحاول تثبت للعالم الآن؟ المصيبة أمام السلطة الشرعية، تطالب باغتيال شعبنا اليمني، تقول لك إحنا الحوثيين رفضوا ستوكهولم. نحن الآن نقول للسلطة الشرعية خلصونا من ستوكهولم، ارتكبتم خطأ، ارتكبتم كارثة استراتيجية، تنصلوا منها. طيب
سنعود إلى هذه النقاط دكتور عبد الباقي، لكن دعنا نشك معنا في الحوار فيما يتعلق بنجاح فشل اتفاق ستوكهولم. المحلل السياسي عبد الوهاب الشرفي الذي انضم لنا عبر الهاتف من صنعاء، ورحب بك سيد شرفي. إذن 4 أشهر من محاولة تنفيذ اتفاق ستوكهولم، كيف تقيم ما حدث؟ هل ما حدث يعني نحن إزاء فشل إزاء نجاح؟ كيف ترى المسألة أنت؟ مساء الخير لك ولضيوفك الكرام وللسادة المشاهدين الكرام. هو ربما تعرضنا لهذه النقطة في أكثر من مرة، أن المسألة فيما يتعلق باتفاق السويد هي مسألة متعلقة بالاتفاق ذاته، والمشكلة هي ضمنية داخل بنود الاتفاق، بمعنى أنه لم يحسم بالشكل الذي نستطيع نحن أن نلقي باللائمة على أحد الأطراف، لكن كل الأطراف لا تريد أن يعني تطرح هذه القضية بحقها من الوضوح، والطرفين يلتقيا على موقف يتمثل في قضية أن نصوص اتفاق السويد لم تكن حاسمة، وبالتالي يجب إعادة التفاوض في النقطة المتعلقة بقضية السلطة التي ستستلم مدينة الحديدة. لا زال كل طرف يتمسك بتفسيره هو أو بوجهة نظره هو في بند السلطة الذي يجب أن يستلم، وبالتالي الإشكالية هم مستمرة، والقضية ليست هنا أو الخطورة ليست هنا، الخطورة في أن العمل يتم لأجندات إقليمية وأجندات بريطانية، وفي الأخير بريطانيا هي حاملة المشروع الصهيوني في المنطقة تاريخيا، ويستخدم الإشكال الحاصل وتوتر الطرفين وعدم تفهمهما للخطورة التي قد يضع فيها مدينة الحديدة تحديدا إذا لم يلتقي على هذه النقطة المتمثلة في قضية العودة للتفاوض لتحديد السلطة، فيظل هناك عمل، بمعنى أن هذا الوضع العالق ما بين الطرفين هو يستثمر لصالح الأجندات كما قلت لك الإقليمية والدولية، بدليل ما حصل في مجلس الأمن. الجميع يعرف أن البند الذي كان معلقا في السويد والمتعلق بالسلطة الذي يحكي عن أن يستلم أمن الميناء خفر السواحل وما إليه، وكل طرف يفسره على أن المقصود هو خفر السواحل التابع لحكومته، كان هناك خطوة ملفتة تمثلت في الذهاب إلى مجلس الأمن بالمشروع القرار البريطاني الذي وضع ربما لأول مرة في تاريخ الأمم المتحدة نسمع نحن عن شيء اسمه لجنة سياسية، بمعنى أن الوضع الذي تعمد أن يكون أن يستمر شاغرا نتيجة الخلاف المتعلق بالسلطة ذهب لمحاولة تفسيره هو وفق وجهة نظره، ومنح البعثة الأممية صلاحيات سياسية وليس فقط صلاحيات ركابية أو صلاحيات ضمانات. طيب لكن إلى الآن لم تقل لي هل يمكن يعني مسألة استمراره بهذا الشكل وولادته منذ البداية بهذا الشكل إلى الآن، هل يعني ذلك أن الاتفاق فشل أم نجح؟ لأن هناك الكثير مما يتعلق بالإجابة على ذلك، ماذا بعد بالنسبة لكل طرف؟ يا سيدي أنا قلت لك ليس هناك اتفاق، يجب أن يستوعب الجميع وأن القضية تمت بنصوص واضحة ومحددة وقطعية فيما يتعلق بدور الأمم المتحدة، ودور الأمم المتحدة ليس محل اتفاق، دور الأمم المتحدة هو دور ضامن، تحولت الضمانات أو الجانب الضامن تحول هو إلى اتفاق، بينما ما يجب أن يتفق عليه الناس والمتعلق بالسلطة التي يجب أن تستلم، على اعتبار أن هناك إشكالية بين حكومة صنعاء وحكومة هذه حول السلطة التي ستستلم، هذا الجانب لم يحسم ولم يجري حوله اتفاق على الإطلاق، ما جرى هو إيراد عبارات مرنة كل طرف يفسرها على أنه هو المعني بها، وبالتالي جوهريا ليس هناك اتفاق، جوهريا هم وقعوا ضحية خدعة لغريفيث، ويعني الجانب البريطاني تمثلت في قضية تحقيق الأجندات الدولية المتمثلة في دخول الملف في دخول الأمم المتحدة على الملف اليمني وتحديدا في الحديدة بشكل قطعي، بينما تركت السلطة الشاغرة، وبالتالي ليس هناك مسألة اتفاق تمت.
فهذا الفشل الحاصل هو وضع طبيعي في الأخير، لا بد أن يفشل، لكنه فشل خطير متمثل في قضية أنه إلى حد اللحظة لا زال يتم محاولة استثماره، ليس لقضية حل يعني ذات أبعاد بالمشكلة اليمنية، وإنما الخروج به إلى وضع ينسجم مع ما يريده غريفيث وما طيب. تريده بريطانيا. تفضل بالبقاء معنا. هذا هو الوضع السائد الآن في الحديدة. تفضل بالبقاء معنا سيد الشرفي، هل تتفق دكتور مع هذا الرأي؟ أولا دعني أوضح اللبس بيني وبين الضيف من صنعاء، أقول أن أنا أقول أن أيضا تحدثت عن المشروع البريطاني وعن دور الأمم المتحدة، ولكن أقول حتى لا يكون هناك لبس أن إيران أكثر خطرا الداعمة للحوثيين من إسرائيل وبريطانيا على أمننا القومي، وهي أكثر خطرا وعملا استراتيجيا على تدمير اليمن والمنطقة العربية. ولذلك بوضوح هناك تنسيق بريطاني إيراني أمريكي، هناك اتفاق، صحيح أن هناك صراع، لكن الكل متفق على إيران تقوم بالدور أيضا نجس على طريقة دول التحالف بما يتحدث في اليمن، كلهم شركاء. دعنا من المغالطات، إيران ضد المشروع القومي، ضد المشروع الإسلامي، لعبت دور في عرقلة المشروع في حزب الله، في العراق، في سوريا، في اليمن، دعنا من هذه المغالطات. بالنسبة لاتفاق ستوكهولم، والضيف من صنعاء يدرك أنهم حققوا مكسب، أقول لكم مبروك لهذا المكسب، لكن نحن مدركين أن ستوكهولم لصالح الحوثيين، أن لكن لولا ضعف هذه السلطة الشرعية ولولا الخنجر الموضوع في خاسرتنا من التحالف العربي، ولكن الشعب اليمني مهما كانت هذه الظروف ومهما كانت هذه الطعنات، نحن لدينا مشروع وطني، لن يتمكن الملكيون من العودة إلى السلطة التي قطعها معها الشعب اليمني عام 62، لن تتمكنوا من إجابة السلطة عن التفويض الإلهي. ستوكهولم كارثة، خطأ استراتيجي من قبل السلطة الشرعية، سنحملها المسؤولية لأنها قطعت مع المرجعيات الثلاث، وبالتالي هم الآن نظرا لضعف السلطة، نظرا لتآمر دول التحالف، يحاولون يقنعوك أن هذا ستوكهولم خطر وأن هناك تاويل، فقط لأنهم يكسبوا، بينما هم حققوا انتصار كبير للحوثيين، اعترف بهم المجتمع الدولي، سيتم نقل الميناء الحديدة للأمم المتحدة، وبالتالي ليس السلطة الشرعية، وهذا دليل أن السلطة هذه الشرعية ليست شرعية، وإنما هي طرف من أطراف النزاع. وحتى في حال هذا الحل الجزئي هم سيرفضون هذا الحل، مزيد من الوقت، مزيد من المناورات، لأننا أمام سلطة شرعية فاشلة، وأمام دول تحالف تحت الضغط الدولي، عليها ضغط دولي نظرا لارتكاب انتهاكات، ونظرا لأن لديها مشاريع ومصالح تجاوزت المشروع القومي والخطر الإيراني. بالتالي على الشعب اليمني أن يستعيد جمهوريته وأن يستعيد دولته. لذلك ستوكهولم اعتبرها كارثة، وهذا الذين يتباكوا على التفسير. طيب. يعني أعتقد أنهم حققوا الكثير. يعني هناك نقطة يتفق فيها، وأنا يعني بما أنك ذكرت هذه المسألة، تصريحات لوزير الخارجية خالد اليمني، وأنا أسأل هنا سيد الشرفي بهذا الخصوص، تقول أن جهود غريفيث لن تحل السلام في اليمن، وأن من الواجب عليه إحاطة مجلس الأمن حول الطرف الذي يعرقل الاتفاق. هل يمكن أن يحدث ذلك في سياق الأيام القادمة برأيك؟ بداية بس أعلق على جزء من حديث الدكتور، يعني المنطق الذي يحاول أن يهبط من مستوى العداوة ما بين الكيان الصهيوني وبين الدول العربية بشكل عام بمقابل رفع مستوى العداوة والبغض لإيران، هذا المنطق هو أحد يعني هو منطق مساير لما يريده زعماء أوصلوا المنطقة إلى ما تعيشه حاليا. بريطانيا أيضا معروفة بأنها هي اللاعب والعابث الأول في المنطقة من الانتداب إلى القرار الدولي الذي أوجد الكيان الصهيوني إلى وعد بلفور. فهذا الكلام توضيحا حول كلامها أنه يذهب في قضايا لا تحتاج جدال، يعني أن
أن يرفع مستوى الخطر الإيراني على الخطر الصهيوني. هناك خلافات، هناك طيب شيء من وضحت مع إيران، هذا يمكن أن يحل بالتفاهم إذا تخلينا عن أجندات الخدمات للصهيونية. وضحت هذه النقطة سيد الشيخ. تصريح وزير الخارجية في الأخير يا سيدي، أنا قلت لك من البداية أن غريفيث هو لاعب لغير أجندات الحل في الملف اليمني. الرجل له أجندات معينة منسقة مع بريطانيا، كما أوضحت لك بأنه وضع نصوص مرنة ثم ذهب لتفسير هذه النصوص عن طريق القرار الأممي وإنشاء ما يعرف باللجنة السياسية. وبالتالي مسألة إحاطته من عدم إحاطته، هذه المسألة في الأخير لن تتم إلا عندما يقيم أن هذه الإحاطة تستقيم مع الهدف الذي يريد الوصول إليه هو، وليس مع الهدف الذي هو في صالح الحل فيما يتعلق بالحديدة، الحل الموقف فيما يتعلق بالحديدة. لا زال غريفيث إلى حد الآن هو يحاول أن يصل إلى ما يريد بطرق سلمية، ولا أتوقع أنا أن يذهب أساسا لمسألة إحاطة بتحميل طرف ما، لأنه هو يعرف تماما بأنه حصل على ما حصل عليه عن طريق وعود غير معلنة لكل طرف، لأن المعني بالنص هو وليس الطرف الآخر. هو أعطى هذا الانطباع أو هذه الصورة لكلا الطرفين، أشعر كل طرف بأن المعني بالنص هو هذا الطرف وليس الطرف الآخر، وأشعر الطرف الآخر بنفس النتيجة. وبالتالي لن يذهب غريفيث لتحميل طرف ما أمام مجلس الأمن، وإنما سيصمم إذا ذهب بإحاطته إلى مجلس الأمن سيصممها بالشكل الذي يتناسب مع الهدف الذي يريده هو الوصول إليه في الحديدة. أشكرك، كنت معنا من صنعاء المحلل السياسي السيد عبد الوهاب الشرفي. بالعودة إليك دكتور، هذه التصريحات المتكررة من الطرف الحكومي التي تدين تهرب ميليشيات الحوثي من تنفيذ الاتفاق، وكذلك في ذات الوقت تتحدث عن ضرورة تحديد غريفيث لمن يعرقل هذا الاتفاق، إلى أين ستصل؟ هل ستجدي أم أن يعني أنت أوردت تصريح صغير بن عزيز الذي يتحدث على أن الميليشيا لا تفهم لغة السلاح، هل تعي يعني إلا لغة السلاح، هل تعي الحكومة أن عليها التحرك عسكريا؟ الضعيف والفاقد الاستراتيجية هذه حققه. يعني لو سألت مواطن بسيط يمني سيقول لك، أنا أذكر أحد العسكريين أثناء الإنقلاب بسيط جدا قال لي لن نخرج من صنعاء إلا بالدماء، قبل الإنقلاب قال أسلمنا المؤسسات لن نخرج. المواطن البسيط يفهم ذلك، أبسط قبيلي بسيط ثقافته محدودة يفهم ذلك. هؤلاء السياسيين الآن يحاولوا، يعني أنا صدقني أنا أكاد أجن، هل ممكن لهذه السلطة وبهذه النخب هؤلاء يوقعوا على ستوكهولم وكل مجهودهم يشتوا يثبتوا للعالم بعد 5 سنوات؟ يعني كنا في مؤتمر الحوار وهم استولوا على صنعاء، كانوا أثناء الفترة الانتقالية ينسقوا وأنا لدي معلومات ومن الداخل كنت أتابع من لا أتحدث من هواء كيف كانت التنسيقات في القبائل وبين جماعة صالح وقبائل صالح ولقاءات سنحان، والتقيت مع ضباط في الأمن كنت بالصدف في المقايل وهم ينسقون، واتفقوا مع جماعة صالح أن لكم حريتكم لا تقولوا السرخة نحن سنقول السرخة، التفوا. يعني كانوا ما لهمش علاقة بمؤتمر الحوار، ما لهمش علاقة، هم تكتيك، كانوا مجتمعين في دار الرئاسة، في دار الرئاسة وهم يستولوا على صنعاء. أعطوهم دول الخليج إشارة دخلوا لعمران، دخلوا صنعاء وعدن. يعني هل نحن أغبياء؟ جماعة ليس لديها مطالب سياسية، ما عندهاش مطالب ولا عندها مظلمة. السادة هؤلاء الذين يدعوا أنهم سادة والشعب اليمني سكر زيادة، هم سادة مجرد سادة، يعني يدعوا أنهم بيت الرسول. هؤلاء كانوا عندهم المناصب، منتشرين في الأحزاب، ضباط لو سمحت. لكن أمام ذلك ما عندهمش لو سمحت، لأنه اليوم دكتور ليس موضوعي حول جماعة الحوثي الآن، أنا أتحدث الآن عن الحكومة، ما الذي ستقوم فيه؟ أنا أقول هي مرتبطة، أقول لك أنه هذا الجماعة عندهم، أنا الفكرة وين، أنا هي ضد هي هذا الكلام موجه للحكومة. هذا الجماعة لا عندهم مظلمة ولا هنالك مظلمة زيدية،
ولا هنالك مظلمة إنهم حرموا الزيدية، ولا هناك مظلمة متعلقة بالسلالة الهاشمية. هؤلاء كانوا فوق الشعب اليمني أموالا بالسفارة الخارجية، عندهم أملاك، هؤلاء فوق الشعب اليمني. بالتالي هذا الحديث عن مظلمة، أنا من الذين خدعوا، أنا الذين مظلمة خدعوا، كنت أثق أنهم موزعين بالحزب الاشتراكي والمؤتمر، أنهم هذولا وطنيين. أتضح أن هذا الحزب الاشتراكي بالحزب كان كله توزيع أدوار، كانوا موجودين في المخابرات. بالتالي هذه السلطة، هذه السلطة اللي إحنا سنحاكمها يوما تاريخيا، أنا لست جهة رسمية، ولكن التاريخ سينصفنا ونحن مستعدين في المستقبل أن نحاكمهم. كيف توقعوا على اتفاق؟ كيف تدافعون؟ يعني أنتم في اتفاق جنيف قالوا لكم الانسحاب من المدن في جنيف، لو سمحت أن أوضح الجمهور. قالوا في جنيف في اللقاءات الانسحاب من صنعاء وتسليم السلاح. الحوثيين استفادوا من الطروحات، قاموا غيروا الموظفين وسرحوا الموظفين وعينوا أصحابهم. بعدين أقول لك ننسحب لمن؟ صهروا قطاعات صالح العسكرية في إطار الميليشيات، نسلم السلاح لمن؟ طيب أنت الآن معك 22-16 ومعك قرارات واضحة، وأنت أولا سلطة شرعية وفقا للمرجعية، كيف تقبل تلتقي مع تعتبر الحوثي طرف من أطراف النزاع؟ قالوا هم زمان عشان نوجد حل والشعب اليمني. طيب أصبح بالطرف سلطة واقعية. طيب في طرف من أطراف التحالف، وأنا أسميه التحالف، أسميه الشركاء، إنه يعني يضع الخنجر في خلفك. طيب أنت الآن تواجه الحوثيين في المواجهة وعندك الإمارات في الخاصرة في ظهرك، يعني أنت تواجه الحوثيين من هنا وفي طعنات من الخلف. يا أخي ضع استراتيجية. استوكهولم كارثة، نقول للشعب اليمني قفوا، نحن ضد استوكهولم. لا يمكن نعيد انتشار تعز، لا يمكن لها أن تعيد انتشار الحوثيين حولها، وهذا النموذج سيعاد في صنعاء، يعني تسليم السلاح. هو ليس مطلوبا في تعز مسألة، يعني لم يكن مطروحا مسألة إعادة انتشار قوات في تعز، بل فتح ممرات إنسانية في ما هو فتح الممرات؟ فتح الممرات هو يا عزيزي، فتح الممرات يعني إعادة انتشار، يعني أن الحوثيين لن يسلموا السلاح لن ينسحبوا، وهو نفس النموذج على صنعاء. لكن عدن شان آخر، المناطق الجنوبية شان آخر، ستعلن الانفصال. دعنا من هذا الحديث يا سلطة يا شرعية. أنا استغرب، يقول لك أنه إيش ونحن ندرك أنهم لن يسلموا. طيب أنتم ارتكبتم كارثة وتحبوا تثبتوا للعالم هذا الضعيف الهش. نحن مصير الشعب اليمني بهذه النخبة الفاشلة، بهذه النخبة التابعة بهذه الطفيليات التي تستلم أموالنا السعودية والخليج، بهذه الطفيليات التي ما زالت تتحدث عن أشقاء، هذه الطفيليات وهؤلاء أذلونا. يعني أنت الآن يعني قاعد تعمل اجتماع للبرلمان في سيون، ليش في سيون يا أخي؟ مش عدن عندك؟ ليش في سيون؟ مش هذه الدول التحالف والشقيقة الإمارات هي المسيطرة على عدن وأنت تقيم في سيون؟ ليش؟ لأن السعودية قدمت ضمانات لاجتماع البرلمان لأسباب أخرى. هذا كلام يا جماعة، نكشف الأوراق، نكشف الأوراق. استوكهولم على الشعب اليمني أن يرفض هذا، هذا يعتبر قطيعة كاملة. وأؤكد لك أن بعد استوكهولم هناك قرارات مجلس أمن جديدة وفقا لأطراف نزاع جديدة، وفقا لأطراف نزاع جديدة أضعفها وأرداها وأخونها السلطة الشرعية. لكن دكتور، يعني الآن تتحدث عن كل ذلك، عن كل هذه الأمور، في نهاية المطاف على من ستسند السلطة الشرعية في سياق التعامل مع من تقول على أنه ضربات من الخلف من التحالف ومن غيره، وعلى مجتمع دولي كما يفهم من كلامك أنه يتواطأ مع جماعة الحوثي؟ طيب على من ستعتمد؟ في نقطتين، يعني بالأخير السياسة فن الممكن. في نقطتين، بعض الناس قد يفهم أنه ضد السلطة الشرعية وأنه يعني أنا مع السلطة الشرعية، هذه اللي ينتقدها لأنه هي خط عبور. رغم هذا كل الهجوم لن نسلم الحوثي، رغم كل هذا الكلام المدمر والقاسي لن نكون مع الحوثي، لن نكون مع الإمارات، نحن مع الشعب اليمني، مع الذين يموتون في الداخل، مع قضيتنا الوطنية. بالتالي هذا الكلام الجارح أقول لهؤلاء المرتزقة الذين يستلمون المرتبات، سنقف وسنتكلم في وجوهكم ونحن مرفوعين الرأس. لذلك نحن الآن في مرحلة حرجة، اضطرينا أن نقبل عبد الرب منصور هادي، هذا الرجل بلا استراتيجية بلا سياسات، كل سياسة رد أفعال عندما شك الخطر وعندما هناك تحركات خليجية. الآن لقاء البرلمان لماذا؟
مش لأنه هو خضع، لأنه في تحرك خليجي لكسب بعض أعضاء البرلمان، وبالتالي تحركت دول التحالف وقالت له حرك أعضاء البرلمان. ليش تحرك الآن؟ لماذا الآن العقد؟ لأنه في دول خليجية أخرى تتحرك تريد ايضا اللعب، لانه هناك الان احنا مساحه، لذلك هذا رد فعل وليس سياسه. اثنين، طيب. لو سمحت خليني اوصل رسالتي. اثنين، نقول على الشعب اليمني في الداخل، نحن لا نراهن على هذه السلطه، نحن هذه السلطه نحركها. نقول ايجاد تكتلات في الداخل، تحرك الشباب في الداخل، رفض هذه، يعني نحن الان نقولها بوضوح، نعتبر الامارات دوله احتلال دون اعلان. يعني الآن يعني المنطق، إذا واحد يقول لي أشقاء، أنا أسمع يضحكني كلمة الأشقاء الخليجيين، يعني كيف شقيق يا عزيزي وأنت مش غابت روح عدن؟ كيف شقيق يا عزيزي اجتماع البرلمان في سيون بحماية سعودية؟ يا أخواننا نحن في 25 مليون يمن، نحن شعب يعني. والمؤلم إنه جماعة يعني تجنيس في سقطرة، أقول لأبناء سقطرة يعني هل هناك عقل؟ أنت شعب تنتمي لهذه الحضارة، نحن نريد أبناء الإمارات يقفوا طوابير ونحن نرفض نعطيهم جنسياتنا، نرفض نمنح القط الإماراتيين. دعنا نتكلم بوضوح، نحن شعب نمتد في عمق التاريخ، تحت لنا دول بهذه الطريقة. هذا الرئيس وهذه الحكومة الذليلة التي رئيس الحكومة يقول ليس له بالسياسة، وهؤلاء الوزراء، نحن بحاجة يا عزيزي أن الشارع اليمني يتحرك يقول لا لستوكهولم. نقول لتعز تحركي ورفضي ستوكهولم، نرفض دعاوة الانتشار، نرفض هذا ستوكهولم. نقول لهؤلاء السياسيين والمرتزقة المحللين السياسيين اليمنيين، هناك مرتزقة محللين أمام 100 دولار يبيع موقفه السياسي، نحتاج إلى موقف وطني معنا. أبناء يعني أهلنا وأسرنا وأمهاتنا وشعبنا اليمني يموت في الداخل بالمرتبات، ونحن نبيع مواقف. نقول للسلطة الشرعية أخرجي على الرئيس عبد الرب منصور ألا يعود للرياض، وإذا عاد للرياض يعني سيرتكب خيانة ولن يقوم بعدها قائمة. علينا أن نعود للداخل، نؤسس سلطة شرعية، نرفض استكمال. نعم دكتور، طيب وضحت هذه النقطة. دعنا نشك في الحوار الآن الناشطة السياسية السيدة سمية الثور التي تنضم لنا عبر الهاتف من برلين. سيدة سمية، يعني 4 أشهر منذ اجتماع اليمنيون، منذ هذه اللحظة التي نشاهدها في الصورة ما بين وزير الخارجية خالد اليمني رئيس الوفد الحكومي، وما بين محمد عبد السلام رئيس وفد الميليشيات الحوثي، والتصفيق والسعادة من الناس على أن الوضع سيكون آمن بعد أيام، لكن إلى الآن لم ينفذ شيء. كيف ترين، يعني لم ينفذ شيء ملموس، كيف تراقبين الوضع، كيف تقيمين أنت؟ يعني أولا اتفاقية ستوكهولم هي كانت أول محاولة، يعني إلى حد ما كان فيها نوع من الجدية لحسم موضوع السلام أو لحسم معركة بأسلوب أو بطرق حلول الأمم المتحدة في اليمن. فكان يعني كانت الهدف منها أن تكون أولا عدم تسليم الميناء لأي طرف من الأطراف حتى لا يتم التحكم فيه بشكل لا يخدم يعني اليمنيين أو لا يخدم المصالح الدولية. فبالتالي كان يعني كان هذا هو الهدف الأساسي من وقف المعركة في الحديدة، ومن محاولة إجبار اليمنيين، وأنا أقول هنا إجبار اليمنيين على هذه الاتفاقية. وأكبر خاسر إلى اليوم في هذه الاتفاقية طبعا هو الإنسان اليمني إلى الآن الذي باسمه تم التوقيع أو تم الاتفاق فيها. باسم الإنسان اليمني وباسم الإنسان الجائع وباسم الإنسان المريض اتفقوا أنه تتوقف معركة الحديدة وأن يتم إحلال السلام فيها وإلى آخره من النقاط التي طرحت في الاتفاقية التي للأسف اليوم نقول أنها أصبحت فاشلة بكل المقاييس. مهما حاول جريفيث أن يعني يجمل أو يبيض هذه الصورة، فهو واضح، يعني الأمر واضح جدا أن هناك عجز تام في التعامل مع الحوثيين في صنعاء ومع الأطراف الأخرى. فبالتالي للأسف يعني نحن طيب أين أخطأ؟ يعني أين كان خطأ المبعوث الأممي في سياق هذه العملية، في سياق أدائه؟ هل كان يعني هل هناك تجزئة للاتفاقات هنا أخطأ؟ هل كان انشغل بقضايا هامشية في سياق العمل على تنفيذ الاتفاق، أم أن
هذه إرادة يمشي وفقا لها أو عليها، هذا المطلوب من الأساس. هو لو احنا استسلمنا لنظرية المؤامرة لن نستطيع أن نفكفك يعني أزمة اليمن والحرب القائمة في اليمن. يعني بداية اتفاقية ستوكهولم أنا أعتبرها بداية لتجزئة ولفكفكة الأزمة اليمنية. يعني اليوم بدأوا بستوكهولم وغدا سيبدأوا بأقل من ستوكهولم، ويعني في كل مرة سنتكلم عن قرية وعن ناحية في اليمن تتعرض للانتهاكات وللحرب. فبالتالي تجزئة المشكلة الأساسية في اليمن إلى أكثر من جزء، يعني عندك ملف المعتقلين والتي أيضا فشل إلى اليوم في تنفيذه. يعني بدأوا ب 18,000 واليوم يتكلموا عن 200 معتقل وأسير. فيعني الفشل في الضغط على الطرف الحوثيين بالذات وعلى الحكومة أو التحالف، يعني فعلا يعني هناك فشل دولي ومحاولة الأمم المتحدة في تصوير نفسها أنها مجرد وسيط ولا تريد أصلا أن تكون هي الحكم بين الأطراف، هو أيضا ما يعقد المسألة أكثر. فبالتالي نحن هنا لا نحتاج إلى فقط موقف من جريفيث، لأنه موقف جريفيث واضح من البداية أنه مجرد وسيط لحل المشكلة اليمنية، ولكن نحتاج إرادة أولا يمنية حقيقية، ونحتاج إلى إرادة دولية حقيقية وهي الغائبة. يعني الإرادة الدولية هي الغائبة هنا. يعني للأسف أن مصالح الدول الغربية ومصالح أمريكا ومصالح الدول الإقليمية هي التي حكمت على كل هذه الأمور بالفشل، وحكمت على طول أمد الحرب في اليمن. طيب، هل هذا الأمر يعود برأيك الموقف الدولي يعود لمصلحة، أم لأن يعني بالنسبة لهم الملف اليمني والأزمة اليمنية لا تعنيهم إلا من ناحية إيقاف أو يعني عدم الحديث عنها في وسائل الإعلام فيما يتعلق بالأزمة الإنسانية والضحايا والانتهاكات التي تحدث في البلاد؟ الأوروبا يعني لا تستطيع أن تتكلم عن الإعلام الأوروبي لأنه يعني ما بيذكرش القضية اليمنية، لأنه أصبح الأوروبيين يعني يملوا من أخبار الحروب والمشاكل التي تحصل في العالم، رغم أنهم هم أول من كان يتأثر. يعني على سبيل المثال سوريا مثلا، يعني هم أكثر الدول التي تأثرت باللجوء والهجرة وما إلى ذلك. لكن يظل أنه المشكلة الأساسية في المصالح الغربية فعلا، وليست في اليمن كيمن. أنا برأيي يعني أنه المشكلة هي في تضارب المصالح ما بين السعودية وإيران، وما بين إيران وإسرائيل، وما بين هذه الدول الإقليمية يعني بشكل الأول، ومصالح أوروبا مع هذه الدول التي تضاربت أيضا يعني في الوقت الحالي. فألمانيا لا تريد أن تخسر مثلا، ألمانيا لا تريد أن تخسر لا السعودية ولا إيران، يعني فهي يعني اعتادت أن تمسك العصا من النصف حتى تكون المحايد والذي يستطيع أن يعني يضغط على الجميع. ولاحظنا هذا في ستوكهولم، يعني كان من أسباب حضور الحوثيين إلى ستوكهولم أيضا هو ضغط الأوروبيين عليهم، على إيران أن يضغطوا على الحوثيين، وهذا ما لمسته في كثير من لقاءاتي مع بعض السياسيين. لكن في المقابل يعني المصلحة الإقليمية، هذا هنا التساؤل. يعني أنا أتكلم هنا عن التحالف الذي يعني كما يدعي أتى لحل القضية اليمنية ولمساعدة اليمنيين وإعادة الشرعية وإلى ما ذلك. فهذه يعني أن تكون أنت من تضرب مصالحك أنت الإقليمية والدولية، هنا الكارثة، والتي لا يمكن أن تجد لها حل إلا إذا فعلا الشعب اليمني أدرك هذه المؤامرة وبدأ يعني في تحرك وطني مستقل تماما عن هذه الخطط جميعا. ما لم فنحن في مأزق يعني معقد جدا جدا. أشكرك سيدة سمية الثور الناشطة السياسية، كنت معنا عبر الهاتف من برلين. ويعني هي نقطة مهمة مسألة التعريج على الدور الألماني، لأن ألمانيا عضوة جديدة في مجلس الأمن باعتبار عضوة غير دائمة الآن، وربما تقريبا هي تدير مجلس الأمن لهذا الشهر. دكتور عبد الباقي، كان لديك تعقيب على طرح أنا أقول أنه بعد هذه الفترة تحليل النيات الطيبة
ويعني نحن لسنا بحاجة بعد 5 سنوات من الحرب إلى هذا التحرير للنيات الطيبة. أوروبا لم تضيق ذرعا بما يحدث، في حاجة اسمها الملتوسية الجديدة، وفي حاجة اسمها ترتيب منطقة الشرق الأوسط. ترتيب منطقة الشرق الأوسط يعني تدمير الدول الوطنية وإعادتها إلى الهويات الأولية المناطقية والمذهبية، تعني تدمير البنى التحتية ومن ثم إعادة البناء، تعني استنزاف الموارد، تعني إدماج إسرائيل في المنطقة. وبالتالي إيران الوحيد في المنطقة، أنا يؤسفني أن السعودية تتبع الإمارات، إيران الوحيد صحيح أنها خصم لأوروبا، وصحيح أنها يريدوا يزرعوها مواجهة إسرائيل. نحن لن نقف مع إسرائيل لمواجهة إيران، بس إيران عارفة اللعب، تلعب تستفيد من كل هذا. هي دمرت إسقاط صدام حسين وساهمت في إسقاط العراق ودمرت العراق، شيء واضح. لذلك إيران عارف أن الغرب يريد العودة المباشرة إلى منطقتنا، العودة المباشرة مثل الاستعمار قبل التحرر. ما هي المصلحة في ذلك؟ المصلحة لأنه عندهم يريدون السيطرة على الموارد والنفط. الملتوسية الجيبية تقول أنه يذهب البشر إلى الجحيم، تحاربوا موتوا روحوا بكوارث، نحب عقول النفط والموارد، هذا واضح، هذا عنصر رئيسي عند الملتوسية الجديدة. العنصر الآخر ترتيب منطقة الشرق الأوسط، تريد تكون إيران خصم، ندمج إسرائيل. العرب الآن يأخذ الطعم، يتخلوا عن القدس، سيجمعوا مال ليدمروا إيران بالنيابة عن إسرائيل. نحن لا نريد، يعني سنواجه عليهم مواجهات إيران دون التحالف مع إسرائيل، مواجهات إيران بالقوة، إخراجها من لبنان، إخراجها من العراق، ليس بالتحالف مع إسرائيل. قدس قضيتنا المركزية، لا نسقط في هذا الفخ. 2، صعبت ألمانيا عضو مجلس الأمن، هذا مشروع أوروبي، مشروع الأوروبي. فرنسا الآن ماذا يحدث في ليبيا؟ يحدث في ليبيا الآن أن هناك فرنسا تريد، عندها سيطرة على أفريقيا، ليبيا منفذ لأفريقيا، هناك المنطقة الجنوبية والنفط وإلى آخره، هناك الهجرات لأوروبا، هناك ثورة الربيع العربي الثانية، وبالتالي الصراع، بريطانيا تريد العودة إلى مواقعها السابقة، الصين تريد طريق الحرير، روسيا تريد الآن تعيد نفسها للمنطقة ليس بالطريقة القديمة، صراع بين كتلة اشتراكية كتلة ليبرالية، تريد أن تكون لاعب رئيسي يتقاسم في سوريا، يتقاسم في ليبيا، يتقاسم نحن عبارة عن كعكة. طيب لذلك أمام ذلك ما الذي يريد المواطن؟ كيف يمكن للحكومة أن تعبر عن المواطن الذي يريد في نهاية المطاف أن يعيش وأن يعني لا يكون في حرب مستمرة؟ مع أي نحن سنمر؟ شوف، أنت تقصد الحكومة اليمنية أو الحكومة الحرب؟ الحكومة اليمنية. الحكومة اليمنية سلمت ذاتها وكرامتها وكرامتنا وسيادتنا لصالح دول التحالف، سلمتها. يعني لا يمكن الضيف 3 أيام، ضيف 3 أيام، أن تكون ضيف في السعودية 3 أيام، معروف بثقافتنا حتى القبلية يا أخي غادر. السيادة الوطن وكرامتنا 25 مليون 30 مليون، أنت تهين شعب يمني برمته تقعد في الرياض، أنتم يعني تهينوا كرامتنا ببقائهم بالخارج، يعني ارجعوا للداخل اليمني، لا يجوز أن تكونوا في الخارج. 2، لا يمكن لك تكذب علينا الآن بعد 4 سنوات تقول أنه التحالف حتى الآن. أنا يعني أفقد صوابي عندما يجي واحد يصرح لأنه يستلم مرتب من السعودية ومن اللجنة يعني مش لجنة خاصة، يعني قصدي أنه عنده مرتب. أشقاءنا في الإمارات، أنا أقدر أشقاءنا لأنه عنده أولاد في المدرسة وعنده إيجار بيت وعنده كذا، بس هذا ما يرجعش وطن. لكن فيما يتعلق بجريفيث، جريفيث شوف تعامل معه، جريفيث شوف، هم ارتكبوا كارثة وطنية، ارتكبوا كارثة وطنية، كارثة وطنية في ستوكهولم، قطعوا مع المرجعيات. الشعب اليمني يعرف أنه هؤلاء لا يضحكوش علينا، أنه حتى في قمة العربية على قرارات المبادرة الخليجية ضحك على الدقون. يا إخواننا في واقع جديد، واقع جديد. الآن الشارع اليمني يقرر مصيره، والنخب، نحن طالبنا بعودة الأحزاب السياسية، طالبنا بوجود جبهات وطنية في الداخل لإعادة السيادة اليمنية، نطالب بالبرلمان ليقود المعركة، نطالب بالنخبة التجارية تساهم في أن تجد تمويلات. لا نريد نحن محللين سياسيين
ولا أعضاء أحزاب يستلموا مرتبات من دول التحالف. الحركة الوطنية اليمنية أثناء الحرب مع الإمام كان في تجار عندهم صناديق سرية كانوا أذكى من الجيل الحالي، تجار حقا القبناء كانوا يدفعوا مرتبات ويحافظوا على الكرامة. الآن كيف تطلب من واحد عضو برلمان ولا واحد محلل سياسي في قناة نحن الآن مقسومين جزء مع مش عارف مين جزء مع مش عارف مين، يعني عشان $100 تقوم تدخل في السياق؟ يا أخي نحن بحاجة إلى موقف وطني، إلى العودة إلى الداخل. اليمن يكون يعني اليمن أولا نعم. هذه السلطة إذا استمرت بهذا الحال مهمتها وفقا للمخطط أن تسلم السلطة إلى حكومة وحدة وطنية والحوثيين الرقم الصعب. اثنين بعجالة دكتور، لا يمكن لا يمكن. عشر ثواني انتهى البرنامج. لا يمكن. شوف الحوثيين معهم السلاح في قطاعات صالح، قطاعات صالح العسكرية انصهرت إيدلوجيا وميليشيويا جبرا أو طوعا في عندهم. هل سيستعيدوا إعادة التوازن للدولة وهم قد عينوا في البرلمان عينوا في الأكاديمية مصدرين على الجيش؟ لذلك أعيدوا الحسابات، كاشفوا المجتمع اليمني، عيدوا علاقتكم بالإمارات دول التحالف، والشعب اليمني في الداخل لا يستمع إلى هذه التصريحات الوهمية. عليها أن يحدث حراك في الداخل ويدعم السلطة لإيجاد مزيد من الحركة، وغير ذلك سندخل في مرحلة لن نستقر فيها ل25 سنة. أشكرك دكتور عبد الباقي شمسان أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء، كنت معنا في الاستوديو اليوم. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في ختام الحلقة تقبلوا تحياتي وتحيات طاقمي العمل الفني والتحريري.